اكيد يعني الوقفه ديالنا اليوم هنا امام المديريه الاقليميه يعني جات في اطار الاحتجاج يعني على المدارس ديال التعليم الخصوصي اللي بطبيعه الحال ما تجاوباتش مع المطالب ديال الاباء واولياء التلاميذ، ونجات واحد السياسه ديال الاذن يعني انها ما تتصغاش المطالب ديال الاباء. اكيد نحن نقول بان كانت هناك جائحه تضرر منها الجميع، توقفت فيها الدراسه، وبطبيعه الحال قيل لنا بانه ستكون هناك يعني تعليم عن بعد. يعني هذا التعليم عن بعد يعني بين الفشل ديالو بحيث انه لم يؤدي ما هو مطلوب منه، لهذا فكان هناك يعني ضياع ديال التلاميذ وديال التلميذات. نحن يعني نقول لهذه المؤسسات اننا لا نرفض يعني الاداء، بل نحن مستعدين للاداء، ولكن الاداء على الخدمه التي قدمت لهؤلاء الاباء والتي لا ترقى اعتقد الى باش ما نعطيش واحد التصنيف، ولا هذه لا ترقى الى 30%. لهذا فنحن يعني نحتج يعني بشده على هذا التعامل ديال هذه المؤسسات التعليميه، وتنتمنى يعني انها تكون مسؤوله وتكون يعني مؤسسات وطنيه، ماشي الهم ديالها هو الربح بقدر ما هو يعني التفكير يعني في مصير هؤلاء الابناء، وكذلك في الحاله ديال الاباء. مره اخرى اقول باننا لا نستجدي هذه المؤسسات ديال التعليم الخصوصي، بل نحن نقول بان المقابل يعني غادي يكون مقابل الخدمه التي قدمتها هذه المؤسسات. للاسف الشديد لاحظنا بان هذه المؤسسات ديال التعليم الخصوصي انها لم تكن يعني وطنيه ولم تفكر يعني في المصلحه العامه، وحال الوقت باش تراجع الاوراق ديالها. ونحن يعني سنمارس يعني كل ضغط ديالنا يعني على مستوى الاقليمي وعلى المستوى الوطني من اجل يعني باش ناخذوا يعني الحقوق ديالنا اللي هي اكرر حقوق عادله ومشروعه. هاد النهار هذا واقفين هاد الوقفه احتجاجيه قدام هاد الاقليميه ديال سلا، كنطالبوا فيها بحقوقنا اللي ما تمكنتش المدرسه انها تعطيهم لينا. كنطالبوا المدرسه وتنطالبوا المدير ديالنا حنا والمديره التربويه باش يتعاملوا معنا بطرق حديثه، ماشي بطرق اللي هما تعاملوا بها مع الناس هذه 20 عام 30 عام، لان الحمد لله الاولياء التلاميذ ديال المدرسه كلهم واعيين كلهم قارين، ولكن هما للاسف حتى واحد ما تعامل معنا بهذيك الطريقه. حنايا هنا واقفين كنطالبوا بالحق ديالنا، حق التمدروس اللي ولادنا ضاعوا فيه مده هذا الحجر كامل. ولادنا ما خداوش الدروس ديالهم كما يجب، ولادنا ضاعوا، ولادنا حنايا ولينا حنايا حنا اللي مضطرين اننا حنا نجلسوا في الدار ونقريوهم. ولادنا ولاو حنا ولاو هما ما تعاملوش المدارس ما تعاملوش معنا للاسف كحجر، تعاملوا معنا كاننا حنا داكشي ملزمين نديروه، وحنايا ما ملزمينش اننا نعطيو لولادنا الدروس. حنا كنخلصوا على واحد التمدروس وما خديناش 100%، خدينا تقريبا واحد 20% ديال التمدروس، ولكن المدير ما خداش هادشي بعين الاعتبار، اعتبر بانه هو داكشي قال لك انتم الا ما هادشي التمدروس هذا الا ما عجبكمش سيروا ادعيوا الدوله. حنا ماشي حنا ما ندعوش حنا الدوله، حنايا حنا واقفين هنايا كمطلب الدوله عطى حضرت هاد الحجر هذا اللي هو في مصلحه الجميع، ولكن هو كما معروف عليه والناس جميعا كلهم عارفينه، حنايا ما عطاناش واحد الدعم اللي مادي ولا معنوي، ما تفاعلش معانا، ما عطاناش حقنا. مطالب ديالنا حنايا اللي طالبنا بهم عاديين بالنسبه كمؤسسه عاديه، حنا ما خديناش لواحد واحد القرايه اللي خاصو هو يتخلص عليها. حنا النص ديال القرايه اللي دارها اللي كان كيصيفط علينا حنايا في الجروبات ديال الواتساب، حنا النص داكشي حنا درناه. دونك كيفاش لا يعقل انك انت غطالب لينا حنايا بالخلاص المادي وانت حنا القرايه والتربيه وكل شيء حنايا درناها حنا في الدار؟ لا يعقل. باش حنايا حنا جينا حنا باش نتفاهموا معاك، ما عطيتيناش الحق باش نتفاهموا معاك وما وقفتيش معانا. الا ما وقفتيش معانا في هذا الحجر هذا، شكون اللي غادي يوقف معانا ويوقف مع ولادنا؟ ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.